بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم ومرحبا. نرحب بجميع السادة الزملاء والزميلات أعضاء الملتقى العربي الناشئ لكتب الأطفال. نحن اليوم نجتمع لعقد جمعية عمومية غير عادية. والجمعية العمومية غير العادية يناقش فيها أمر أو أمور، ولكن لا يخرج الحوار فيها، ودي عكس الجمعية العمومية العادية، مفتوحة للسادة الزملاء الأعضاء لمناقشة أمور مالية وإدارية. لكن هذه الجمعية بتنعقد لمناقشة لائحة مالية أردنا بها تعديل بعض الأمور المالية حتى تتوافق لصالح وخدمة الملتقى. لكل اتحاد ونقابة لائحة مالية تنشئها وتعتمدها من الجمعية العمومية. لم يكن للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لائحة مالية، ولكن القانون الأساسي والنظام وأيضا المرسوم الأميري يسمح لنا بعمل لائحة مالية. فقد كلف المجلس الزميل العزيز الأستاذ أحمد رشاد بعمل لائحة مالية لخدمة الملتقى حتى ننظم بها بعض الأمور المالية. وظل الزميل العزيز الذي أوجه له الشكر الآن ظل منكبًا على نفسه قرابة الشهرين لإعداد هذه الورقات البسيطة، شهران كاملان. وسبب استغراقه في هذه المسألة أننا، وأرجو أن ينتبه الإخوة الزملاء والزميلات، أنها حرص الزميل الأستاذ أحمد رشاد أمين الصندوق على أن تتوافق هذه اللائحة مع لائحة حكومة الشارقة حتى لا تتعارض معها، لأننا لا نستطيع أن نخرج عن اللوائح والقوانين المالية لحكومة الشارقة، لأننا نحن جزء من دوائر حكومة الشارقة. نحن دائرة حكومية مثلنا مثل أي حكومة أو مثل أي دائرة في تتبع للحكومة. إذن الفرق بيننا وبين أي جهة أخرى هو أننا لنا خاصية تميزنا فقط بس أو تخرجنا من الالتزام، أننا نتبع اتحاد الناشئين العرب، وأن الأعضاء أيضا يتكونون من الدول العربية المشاركة من الناشرين. وأيضا لنا خاصية أخرى، وهي أن جميع الاشتراكات السادة الزملاء الأعضاء لا نقترب منها من الإنفاق، فنحن ننفق من ميزانية التي تصدر لنا من حكومة الشارقة، وهي التي نقوم بصرفها، وهي نقوم بها بالموازنة أو الميزانية. يعني نقوم بعمل موازنة نتقدم بها لاعتمادها. قد يأتينا ما نتمنى أو نبغي، وقد يختص منها، وقد يعني تقل أو تزيد، وهكذا، ليست ثابتة يعني. وأيضا مصاريفنا ليست ثابتة، أحيانا هناك مصاريف تتجدد وتختلف من سنة إلى أخرى. أعود إلى أن لنا مبلغا خاصا بنا يربو على 100,000 درهم ويزيد مع كل عام. هذا المبلغ لا نقترب له إلا استثناء واحد، وهو أحيانا يكون مطلوب منا تسديد اشتراك لمعرض مثلا مثل بولونيا أو فرانكفورت أو ده، وأحيانا بعض المعارض نسدد جزء نسبة مئوية من قيمة الاشتراك،
ولا يكون، لان اوضح نقطه برضو للاخوه الزملاء والزميلات، ان ميزانيتنا لا 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 ليست في خزائننا، وانما نتقدم بمستندات وفواتير ثم يقومون بالايه بالصرف. فاحيانا كثيره نصرف سواء من الاعضاء مصاريف شخصيه، يعني يطلع ويصرف، ولكن بعد الفواتير بعدها حينما نقدمها يصرفها. واحيانا ياتي الينا امر مثلا مثل مرتبات الساده الموظفين تتاخر ايضا، فتقوم، ولذلك اود ان اوجه الشكر للاستاذه العزيزه الغاليه الاستاذه عائشه مغاور الامين العام، لانها تتحمل مسؤوليه في السحب، حيث ان لها التوقيع الوحيد على هذا الحساب، التوقيع الوحيد هو المعتمد، فتسحب من هذا الحساب حتى تسدد مرتبات او مصاريف اخرى على مسؤوليتها الخاصه للصرف على الالتزامات الواجبه السداد او الحاليه. لان حتى لما بيكون نكلف مثلا احدى الشركات ولا المطابع ولا كذا، وده ما نقدرش نقول له ساعه ما يجيب لنا الفاتوره لما يصرفوا لنا او الى اخره، فنضطر الاستاذه عائشه مشكوره تصرف. نعم فندم. الله يخليك. لا ده يعني تتحمل مسؤوليه. لذا حرصنا في اللائحه الاستاذ احمد ان يكون الاستاذه عائشه والرئيس الملتقى يبقى لهم توقيعين، عشان تبقى المسؤوليه للطرفين بدل من ان تتحملها طرف واحد وهي الاستاذه عائشه. وساترك المجال للزميل العزيز الاستاذ احمد رشاد يوضح اللائحه، لان ارجو الا يفهم خطا. هذه الورقه لا نستطيع، هذه الورقه لا نستطيع ان نعدل فيها شيئا، وليس هذا منعا للحريه او كذا، عشان والله انتوا جايين جماعه عموميه عشان تقولوا لنا هي ده، بس مش احنا، لان احنا مقيدين، مقيدين بلوائح. فضلا على هذا، عشان يبقى انا وضحت هذا الامر، وحتى لا يقال والله لم يكن لنا انها موافقه او لا، فقط لا، وهناك ايضا جاءتنا تصويبات وتعديلات من الاداره الماليه تعترض على بعض، ليس البنود ولكن بعض جزء او بعض من البنود. وأيضا هناك جهة أخرى أرسلنا لها المشروع، سوف ترد علينا إن شاء الله خلال أيام، فحناخد منكم موافقة أو رفض، والأمر متروك لكم على الموافقة على هذه التعديلات. ليه برضو؟ لأن لا نستطيع إن احنا نقول لأ أو فأرجو أن يكون هذا الأمر يعني واضح، وأن المسألة ليست من قبلنا ولكن من حكومة الشارقة، لأننا نقوم بالصرف من ميزانية الدولة وليس من اشتراكاتكم. اشتراكاتكم كاملة غير منقوصة وموجودة في الحساب، حساب خاص. وأيضا قلنا أن احنا كمان من حقنا نحطه في حساب هنا أو في حساب في لبنان، حساب في مصر، حساب في كذا، من ضمن الحاجات اللي احنا طالبينها حتى لا تكون محصورة في بند واحد يعني. فإذا إذا تمت موافقة منكم، فستكون الموافقة على أن نقبل التعديلات التي تقوم بها الدائرة المالية وهي المسؤولة عن صرف ميزانيتنا. وأترك الأستاذ أحمد رشاد يشرح ماذا تم في عمل اللائحة، وليه عمل اللائحة دي، وليه إحنا عملنا اللائحة دي إلى آخره. تفضل يا أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما يمكن الأستاذ عبد اللطيف إدى صورة كاملة عن موضوع النظام المالي، إحنا في الحقيقة الفترة من بعد انتخابنا كمجلس إدارة، كان احد الحاجات اللي كانت دايما مش بتعمل اشكاليات بس فيها اختلافات، ان احنا جهه زي ما قال الاستاذ عبد اللطيف تابعه لحكومه الشارقه، وفي نفس الوقت احنا جهه منبثقه من اتحاد ناشئين العرب.
طبعا الطبيعه بتاعت الملتقى ذات نفسها طبيعه مش متشابهه مع اي جهه موجوده في حكومه الشرق. فبالتالي قلنا ان لازم يكون في لينا نظام مالي منفصل بحيث ان هو يقدر ان هو يحد او يوضح الاختلافات اللي موجوده دي، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يعمل توافق بين كل حاجه. كان النظام المالي مرجعيتنا ثلاث حاجات. المرجع الاول الكتيب بتاع النظام المالي بتاع اتحاد الناشئين العرب، والكتيب بتاع اتحاد الناشئين العرب، وفي نفس الوقت لان احنا برضو جهه منبثقه من اتحاد الناشئين العرب، في نفس الوقت كان الحاجه الثانيه اللي بنرجع لها النظام الداخلي الخاص بالملتقى لينا، وفي نفس الوقت رقم ثلاثة كنا بنرجع لدليل الاجراءات الماليه. اشتغلنا على هذا الاساس. كان يمكن في بعض النقاط الأساسية والجوهرية كمان اللي موجودة في النظام المالي، يمكن أهمها كان موضوع مبلغ الاشتراكات اللي بتدفعه أعضاء الجمعية العمومية، لأن احنا لا نلجأ لاستخدام المبلغ ده بأي شكل من الأشكال. احنا كل المبالغ اللي تنصرف كل سنة من المنحة اللي بتجيلنا من حكومة الشرق. في نقطة برضو أنا حابب أن أنا أشير إليها، برضو هرجع لمجلس الإدارة السابق، أنه هو طبعا قدر أنه هو ينجح بموضوع أن يكون في مرسوم أميري بيأكد على وجود الملتقى وبيأكد على وجوده في حكومة الشرقة. بس في بعض النقاط اللي أشار ليها المرسوم، وده كانت نقاط مهمة جدا، أهمها يمكن كان ان الملتقى يحق لي ان هو ينشئ مقرات سواء داخل او خارج الدوله، وده بالتالي هيخلينا ان احنا لازم نفكر ان احنا يكون لينا حساب خاص منفصل اللي هو بتاع اعضاء الجمعيه العموميه. المبلغ يمكن زي ما قال الاستاذ عبد اللطيف يمكن هو عدى ال 100,000 درهم، هو يمكن لحد امبارح كنا بنتكلم تقريبا في حوالي 153,000 درهم. لما نيجي نرجع للنظام المالي، احنا اشرنا فيه كذا حاجة، لو طلعتوا عليه هتلاقوا في كيفية اوامر الشراء اللي احنا بنعملها ممكن لبعض الاحيان لو عندنا مناقصات عندنا غيره، كيفية اوامر الصرف اللي احنا بنستغلها، المبلغ بتاع اعضاء الجمعية العمومية ده لو حبينا ان احنا نستثمره ازاي، مين اللي يحق ليه التوقيع عليه، مصاريف السفر اللي احنا بنستخدمها، المصاريف لازم تكون ماشية بشكل عامل ازاي. بناء عليه انتهينا منه، اتعرض على مجلس الإدارة في شهر ابريل اللي فات، ناقشناه. بعد ما انتهينا منه كان علينا ان احنا لازم نعرضه على الدائرة المالية المركزية اللي تابعة لحكومة الشرقة، وفي نفس الوقت الدائرة المالية المركزية لازم نخاطب جهتين، الدائرة المالية المركزية ودائرة الرقابة. الحمد لله قدرنا ان احنا نتواصل معاهم، وصل لهم يمكن الخطابات في شهر يوليو اللي فات، جالنا الرد يمكن من حوالي 15 يوم تقريبا. الردود كانت معظمها ردود يا اما في بعض البنود كانت محتاجة انها نحدد اوامر الصرف دي تحت بند ايه، يعني مثلا كان في مبلغ مثلا لمصاريف السفر احنا كنا محددينه تقريبا $750 للي طالع مسافر، هم قالوا لك لا لازم يكون المبلغ ده محدد البند بشكل معين، في بعض الحاجات قالوا لا دي بلاش تتكرر بلاش تتعمل، الكلام ده كله. بس كلها ما كانتش يعني امور كبيرة، امور يعني ممكن ان هي نقدر ان هي تعالج يعني تعالج بشكل كبير. بس احنا كان اهم حاجة ان احنا كنا متمسكين بيها المبلغ بتاع اعضاء الجمعية العمومية، لان احنا لا نملك احنا فيه يعني المفروض ان هو غير تابع لحكومة الشرقة، واللي يملك الحق فيه هو اعضاء الجمعية العمومية، فدي يمكن النقطة الاساسية اللي احنا كنا هنتمسك بيها. يمكن احنا كان عندنا الاسبوع اللي فات مقابلة مع دائرة الرقابة المالية، اتكلمنا معاهم في الموضوع، سمعونا، تفهموا بعض الأشياء، بس في النهاية هم أبلغونا الرأي الأول والأخير للدائرة المالية المركزية. يمكن هنحاول في خلال اليومين الجايين إن احنا نقوم بمقابلتهم، بس لو ما نجحناش الأستاذة عائشة كمين عام وكمفوض من قبل مجلس الإدارة ومن قبل الرئيس هي تقدر إن هي تتواصل معهم، وإن شاء الله الأمور دي تعالج. يمكن زي ما قال الأستاذ عبد اللطيف احنا مش هنقدر ان احنا نناقش بند لان كل البنود دي متفصلة بالضبط على الدليل بتاع الاجراءات المالية، فانا ما اقدرش ان انا اخرج عنها. تمام. فاحنا اللي احنا هنحتاجه بس ان احنا هنحتاج منكم تفويض كموافقة على النظام المالي ككل،
او رفض يعني لا قدر الله، لو ما يعني ما اقتنعتوش بالنظام المالي، وعلشان نبتدي ان احنا نشوف هنتحرك ازاي الفتره الجايه مع الدائره الماليه، وعلشان نبتدي ان احنا نشوف هنعمل ايه. اشكرك يا استاذ احمد. وانا بقترح ان حتى لو بعض الزملاء ما قروش اللائحه، وقد تكون بعض الامور الماليه فليس كلنا محاسبون يعني، فانا بقترح الاستاذ احمد هيقرا علينا عشان يبقى الكل استمع، واي نقطه هتبقى للتوضيح وليس للتعديل، لكن من حقنا نقول له يعني ايه دي، مقصود بيها ايه، توقف عند دي معناه ايه، ونناقشه برضه في طب وسببها ايه، لكن مش هنقدر نعدل يعني. ارجو ان طبعا اوضحت الامر كثير. فالاخ احمد لان انا شخصيا مش محاسب، يمكن يهمني افهم نقطه أو. فاذا اراد احد ان يناقش نقطه فليرفع يده لياخذ كلمته وياخذ وقته يعني. تفضل. نعم حضرتك، اصل جيت متاخر وانا وضحت هذا الكلام، وحضرتك جيت متاخر وقلت احنا ما بعتناهاش لان كان هناك تعديلات وتواصل مع حكومه الشهر، وشرحت لكل الزملاء، بس حضرتك بقى جيت متاخر، فحتى نكسب وقت استسمعك انا رديت على هذا. اتفضل يا استاذ احمد، اي بند يعجبكم او اي كلمه هنوقف الاستاذ احمد ونقول له اشرح لنا هذا الايه، اشرح لنا هذا الامر. اتفضل يا استاذ احمد. النظام المالي المقترح للمنطقة العربي لناشري كتب الاطفال، الماده 1، يقصد بالتعبير الاتيه حيثما وردت في هذا النظام ما هو مبين بجانب كل منها: 1، الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، 2، مجلس اداره الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، 3، رئيس مجلس اداره الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، 4، الامين العام للملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، 5، امين صندوق الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، الدائره الماليه المركزيه لحكومه الشرق. المهام الرسميه هي المهام التي يشارك فيها الموفد بصفته الرسميه ممثلا عن الملتقى داخل او خارج دوله الامارات العربيه المتحده. دليل الاجراءات الماليه الخاصه بالدائره الماليه المركزيه التابعه لحكومه الشرق. المرسوم هو المرسوم الاميري لصاحب السمو حاكم الشارقه حفظه الله ورعاه بانشاء الملتقى. 10، اموال الملتقى هي الاموال التي تم تحصيلها من الاعضاء كرسوم انتساب واشتراكات العضويه المودعه في البنك في الحساب الخاص بالملتقى. ماده 2، للملتقى موازنه سنويه تقديريه وحساب ختامي، وتبدا السنه الماليه في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من كل عام. ماده 3، على الامين العام مع امين الصندوق ومحاسب الملتقى اعداد مشروع موازنه تقديريه لنفقات الملتقى للعام المالي الجديد قبل نهايه شهر اغسطس من كل عام، واعتمادها من المجلس قبل ارسالها لمكتب سمو الحاكم، ويتم تقديم الحساب الختامي للعام الحسابي المتقدم في نهايه كل عام للدائره. ماده 4، تتالف ايرادات الملتقى من المصادر الاتيه: 1، الدعم السنوي لصاحب السمو حاكم الشرقه حفظه الله والذي يمثل اساس ايرادات الملتقى، ب، رسوم الانتساب والاشتراكات الاعضاء، ج، ريع ممتلكات ونشاطات الملتقى ان وجدت، اي ايرادات اخرى يقبلها مجلس الاداره. لحظه يا استاذ احمد، يعني النقطه اللي قالها الاستاذ احمد دي يعني محتاجه مثلا توضيح، نقول يعني ايه ريع وممتلكات ونشاطات الملتقى ان وجدت. نقول مثلا نقول ان النقطه دي ان احنا في الجمعيه العموميه لما عدلنا القانون الاساسي طالبنا ان المبلغ ده ممكن يستخدم له نشاط او استثمار او الى اخره، فهنا اما بيقول الاستاذ احمد ريع وكذا ان وارد يكون، لا نحن لم نستخدم شيئا المبلغ كما هو، لكن من حق مجلس الاداره ان يوجهه جهه تجاريه او استثماريه، لكن احنا ما وجهناهوش. فانا بس بوضح الحته دي. على فكره حضرتك برضو اللي اكده المرسوم الاميري، يعني المرسوم الاميري برضو اشار ان احنا يحق لينا استثمار، يحق لينا ده في المرسوم الاميري، الجمعيه العموميه والمرسوم الاميري الاثنين اشاروا للنقطه دي. انا بس اردت في النقطه دي بس اوضح ان لو في حته مثلا مش واضحه او لا نسال فيها يعني. اتفضل يا استاذ. ماده 5، تتحدد مصروفات وايرادات الموازنه موزعة على الأبواب التالية: الباب الأول رواتب وأجور، الباب الثاني نفقات تشغيلية، الباب الثالث مشتريات مستهلكة وأصول ثابتة. مادة 6،
تتألف الأبواب في المادة الخامسة من الرواتب والأجور ومتمماتها، 2 مصاريف اجتماعات مجلس الإدارة، مصاريف المشاركة في المعارض، الجوائز والضيافة والتكريم، القرطاسية والمطبوعات الورقية والإلكترونية، صيانة الموجودات الثابتة، نفقات الدعاية والإعلان وهدايا وأجور التنقلات، الدورات التدريبية والمهنية وورش العمل، النثريات. مادة 7 أموال الملتقى مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الملتقى ونشاطاته والصرف منها في الظروف الطارئة بما يضمن استمرار عمل الملتقى، ويجوز استثمارها في مشروعات استثمارية باقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس الإدارة وموافقة المجلس عليه، وتكون صلاحية التوقيع على الشيكات محصورة برئيس الملتقى وأمين الصندوق مجتمعين. مادة 8 تتألف الموجودات الثابتة والمتداولة من مقر الملتقى وفروعه، الأثاث وملحقاته، الآلات والتجهيزات المكتبية، وسائل النقل، أرشيف الملتقى الورقي والمحتوى الإلكتروني. مادة 9 يلتزم الملتقى بالصرف من الموازنة المعتمدة من سمو الحاكم في حدود الاعتمادات المصروفات وحسب القواعد والقوانين المنظمة للصرف، وفي حال تأخر اعتماد الموازنة يتم العمل بتقديرات الموازنة السابقة. 10 تودع أموال الملتقى في مصرف محلي داخل إمارة الشارقة أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار من مجلس الإدارة. مادة 11 يشرف أمين الصندوق على استيفاء الرسوم من الأعضاء مقابل سندات قبل رسمية. مادة 12 تستوفى إيرادات الملتقى بموجب سندات قبض رسمية أو بقيدها لحساب الملتقى في المصرف، ويتم كل ذلك بإشراف من أمين الصندوق. يحدد سقف الموجودات النقدية في مقر الملتقى بمبلغ 5000 درهم، منها 3000 درهم لدى حساب الملتقى و2000 درهم لدى السكرتير التنفيذي كسلفة نثرية لديهما تجدد حسب الأصول. مادة 13 يحق للأمين العام بعد موافقة الرئيس اعتماد النفقات الطارئة أو الجارية والتي لا تتجاوز 10000 درهم في المرة الواحدة. مادة 14 يجوز لرئيس مجلس الإدارة والأمين العام مجتمعين في الحالات الاستثنائية أن يقوم بعملية صرف مباشرة فيما زاد عن المبلغ المشار إليه في المادة السابقة بشرط إعداد مذكرة توضح الأسباب وتعرض على المجلس للبت بالموضوع، وتكون جميع الإجراءات الخاضعة لشروط وأصول الصرف حسب ما ورد في المادة 9. مادة 15 يحدد مجلس الإدارة النفقات الخاصة بمصاريف بدل الإفاد لأعضائه وأعضاء الملتقى حسب المثل لأعضاء مجالس الإدارة ودرجاتهم الوظيفية كما وردت في قوانين ولوائح حكومة الشرق، وتحدد لموظفي الملتقى حسب درجاتهم الوظيفية طبقا لضوابط إفاد موظفي حكومة الشرق في المهام الرسمية والمطبق بقرار من المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة 2012 تعميم رقم 1 لسنة 2013 كون الملتقى هيئة حكومية تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. مادة 16 يحق لممثل الملتقى الموفد إلى المعارض حرية صرف مبلغ لا يتجاوز 750 دولار أو ما يعادلها لأي ظروف استثنائية. مادة 17 الأستاذ بس تامر كان لي المادة دي كان ليك تساؤل فيها كده، يعني انت كنت عايز تعدل فيها، مش استفسار يعني. لا اشكرك يا استاذ، اتفضل يا استاذ احمد. مادة 17 تصرف نفقات الملتقى بموجب أوامر صرف أصولية بعد إجراء تبويبها حسب البنود الواردة في المادة 6 من هذا النظام، ويوقع عليها محاسب الملتقى وتعتمد من الأمين العام وأمين الصندوق، وذلك ضمن حدود اعتمادات الموازنة ووفق أحكام هذا النظام، وترفق بأوامر صرف جميع الوثائق المثبتة للصرف. مادة 18 يتم دفع قيمة أوامر الصرف من صندوق الملتقى استنادا إلى توقيع صاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني على أمر الصرف أو على المستندات المرفقة أو بواسطة شيك مستحق على المصرف المعتمد لأمر صاحب الاستحقاق. مادة 19 يقوم الملتقى بتدبير احتياجاته من المستلزمات السلعية أو الخدمية، وذلك من أجل ممارسة نشاطه بالتعامل مع مختلف جهات التوريد، ويكون ذلك إما بالصرف المباشر أو بالصرف طبقا لأمر الشراء. مادة 20 يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة والأمين العام مجتمعين أن يقوم بعملية الشراء المباشرة حتى مبلغ 10000 درهم، وفي الحالات الاستثنائية يجوز زيادة المبلغ المذكور بشرط إعداد مذكرة موضحة للأسباب التي تدعو صرف أكثر من ذلك، وتكون الإجراءات والشروط والفواتير في أمر الصرف المباشر طبقا لقوانين ولوائح الدليل. لحظة يا أستاذ أحمد، نظرا لهذا البند للرئيس والأمين العام الحق في شراء مباشر 10000 درهم، موضوع الحقيقة يمكن يثير الشبهة، يعني إشمعنى احنا مش هذا ليس من ده؟ احنا استاذ احمد نبهني ده موجود في وقال ان احنا واخدينه من اللائحة اللي بتعتمدها الحكومة، يعني احنا ما كانش عندنا احنا هذا البند، فاما وانه هو متاح فالاستاذ احمد نقله الى ايه الى الاقتراح يعني، لكن مش احنا حتى برضو لا
نذهب بعيدا في ليه 10,000؟ فامر ايضا صحيح يثير الشبهه يعني. هو في نقطه برضه يا استاذ عبد اللطيف، كل توضحها. كل المبالغ اللي تم الاشاره اليها دي مش مبالغ احنا حطيناها يعني لمجرد ان ده اقتراح او شيء. كل المبالغ دي ده السقف اللي احنا بنتعامل فيه في دليل الاجراءات الماليه اللي هو تابع لحكومه الشرق. فاحنا ما يعني ما حطيناش اي مبالغ مقترحه من عندنا، كل دي مبالغ منصوص عليها في دليل الاجراءات الماليه. ماده 21، يكون الصرف بناء على امر الشراء بطريقه ارفاق 3 عروض أسعار او بحد ادنى واحد في حاله المورد هو الوكيل الحصري في الدوله، ويكون فتح المظاريف بحضور الامين العام واثنين من المكتب التنفيذي مع اعلام امين الصندوق بموعد فتح المظاريف، ولا يكون اختيار العرض الافضل فقط بناء على السعر، ولكن يكون بالافضليه من الناحيه الفنيه والقانونيه ايضا، وكل ذلك طبقا لاجراءات وشروط الفواتير الواجبه في امر الصرف المرتبطه بامر الشراء. ماده 22. لحظه يا استاذ احمد، يعني المساله دي اخواننا برضو عشان فيها برضو نوع من الشبهه، قد يكون في مجامله لحاجه الى اخره. لا، هو المقصود بها من ناحية الفنيه بمعنى ايه؟ مثلا يعني ممكن مثلا مجله زي اللي احنا بنطبعها دي، يجي لنا عرض 10 ويجي لنا عرض 11 ويجي لنا عرض 12، وناخد ابو 11 وما ناخدش ابو 10، لان نلاقي الجهه التي ستقوم امكاناتها مثلا من ناحيه طعم، واحنا ده تخصصنا بقى، فنقدر ايه وكلنا ناشرين، فنقول لا والله ادي ابو 11 ده وبلاشنا، لان ده الماكينات مثلا عنده كذا، او الشغل مش بمستوى، قد يكون عنده احدث ماكينات لكن ليس له عنده فنيين بروفيشنالز بيروح يجيب عمال او فنيين باقل. الثاني عنده مكن اقل لكن عنده فنيين، واحنا كناشرين وكلكم تعلموا نستطيع في مكنه تكون قديمه نطلع فيها انتاج ونواحي فنيه احسن من الحديث، بس بالشخص الايه البروفيشنالز اللي هو يعني ايه، ودي معروفه في الطباعه عندنا يعني ايه، وهكذا. اردت بس التوضيح يعني، لكن مش عمليه بقى يبقى فيها شبهه، لا، يبقى الناحيه الفنيه وهكذا اي امر يعني. اتفضل يا استاذ احمد. ماده 22، تمسك دفاتر الملتقى وتنظم حساباته وفق الاصول المحاسبيه المنصوص عليها بالدليل. انتهى. بنوجه الشكر للاستاذ احمد على هذا الجهد الكبير الحقيقه، ونوجه ايضا الشكر للسيد الامين العام الاستاذه عائشه مغاور كما ذكرت لكم، يعني اوجه لها الشكر مره ثانيه على تحملها بالنسبه لمساله الحساب، انها كانت تسرف على مسؤولياتها الخاصه. أردنا بأن يلقي أمين الصندوق المقترح اللائحة، عشان لو في شيء عايز توضيح كما توقفنا من بند إلى آخر، وبنطلب منكم الآن الموافقة على هذه اللائحة أو رفضها، بس إذا كانت الموافقة ستكون الموافقة على أيضا ما يأتينا من ملاحظات من حكومة الشارقة. لا نملك إلا أن، بس بدل أن نقوم بجمعية عمومية تاني ناخد منكم أوكي إذا كان الأمر بالموافقة، نعمل جمعية عشان ناخد موافقات بالملاحظات، لا، نلحقها على أن نوافق بالتعديلات التي تقوم بها حكومة الشارقة. تفضل يا أستاذ زياد. لا، ده احنا قلنا له يقول عشان تقطعه، يعني طلبنا هو يقراه عشان تقطعه. ما انا لو قطعته انا لاحظت ان في بنود فيها توضيحات في المراحل الثانيه عشان ما يكونش الكلام يعني اجلد بعضها بعض. ماشي يا استاذ زياد، اتفضل. بدايه، فكره انشاء مقرات اخرى في الدول العربيه هذا انجاز نتمنى تعزيزه ومباشرة في بشكل فعلي في باقي الدول العربيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. في التباس عندي، مالي عارف انه حاليا انا بالنسبه لي موارد الاتحاد في امانه حتى الميزانيه اللي هي بتتقدم الى حكومه الشارقه ونحصل على الموافقه فيها، نحن بحاجه انه يكون في موافقه من اعضاء الهيئه العامه عليها. يعني نحن المصروفات تمام اللي تحددت، انا حتى الان واسمحوا لي احكي بكل شفافيه، بدي ألمس إنجاز لأن كناشرين أعضاء نحن حاليا في المعرض حاليا فوجئنا أنه ما في دعم لكتاب الطفل، وسمعنا هذا الموضوع وبظن أنه معظم زملائنا أعضاء مجلس الإدارة سمعوا أنه ما في دعم من ثقافة بلا حدود لكتاب الطفل.
فهذا الموضوع نحن نريد حله. النقطة الثانية، معظم ما تم هو مصروفات إدارية وتجهيزات. ما هو كم المبلغ من الدعم من الحكومة، من حكومة الشارقة؟ هل تم؟ احنا منتظرين حضرتك تخلص يعني. ما عشان انا سؤالي مبني برضو حضرتك على قيمة الرقم. ما احنا مش هنرد على سؤال ولا تخلص كلامك مرة واحدة واحنا نرد عليك مرة واحدة. طيب، عطفا انا على المعلومات العامة المنتشرة انه المبلغ محدد بقيمة 1,000,000 درهم، هل هو صحيح؟ ما انا لسه قايل لك هنرد عليك يا استاذ زياد لما تنتهي. طيب. هل انتهيت؟ لم انتهي. طيب اذا طب اقول لك ايه بقى؟ اقول لك ايه بقى، انك شخص ظريف بصراحه، اقول لك كمل طلباتك وملاحظاتك حتى نستطيع ان نرد مره. انا عايز الموضوع يكون مبني على نقاش فعال بنا. لا هي مش مناظره يا استاذنا، مش مناظره الاستاذ. مناظره ليش؟ لا 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 مش مناظره، لا ما تكونش مناظره ليه يا استاذ؟ كمل. هو انا قاعد في حضرتك انا اقول لك انا موافق خلاص، اذا كان هو ده المطلوب حضرتك. يا استاذ انا لا طلبت منك هذا، وضحت اكثر من مره القبول او الرفض، لا تؤولني ولا تزايد علي. لا لا ازايد. انت تقول هل انت تريد ان اقول نعم؟ انا لم اقل هذا. طيب. انا لم اقل هذا. ما هو رقم الممنوح من حكومه الشارقه الدعم للملتقى يا استاذي؟ سؤال واضح وصريح نطلب منه الاجابه عليه. يا اخي انا لم ارفض الاجابه، الكلام واضح. قلت لك استكمل. طيب. طلباتك وملاحظاتك وسارد عليك نقطه نقطه. ماذا قلت غير ذلك؟ لكن أنت تسأل وتجيب، أنت تسأل وتجيب. فضل حضرتك كمل أسئلتك واتركنا نرد عليك على كل بند ذكرته. تمام. بداية، موضوع المقرات الفرعية في الدول العربية، نتمنى أنه نحن نطلع على خطة واضحة لها، وين المقرات راح تكون وشو الآلية وشو التفاعل. اثنين، اكتب يا أستاذ أحمد بعد إذنك السؤال الأستاذ الزميل زياد. أنا عارف بس أراد أن إيه يعرف إيه هي الفروع وأين س... تمام ماشي. ده واحد. اثنين، ما هي الخطة التفاعلية ما بين أعضاء مجلس الإدارة كرؤساء لجان؟ يعني حاليا نحن من خلال رؤيتنا للدليل الناشرين الاعضاء هذا، اشكر يعني اتقدم بشكري للمجلس اللي قدم هذا الدليل، واتمنى ان يكون في تنسيق ما بين من قام بهذا الدليل ورئيس لجنه المعارض لتقوم بتقديمه لكل اعضاء او كل رؤساء مدراء المعارض، لانه نحن كاعضاء ملتقى ناشرين الاطفال لم نلمس اي تقدير فعلي او احترام لعضويتنا من قبل مدراء المعارض في تقديم اي طلب عضوي. فنريد تعزيز هذا السؤال. كتر قوي يا استاذنا، بالراحه كده. بس الخطه التفاعليه التي تنشط بين المجلس والاعضاء، خلينا نختصرها كده عشان سؤالك توسع. بين اعضاء جمعيه، عايزين بس نترك للزميل العزيز زياد. كيف يمكن ان نستفيد يعني إيه يعني؟ من كيف نستفيد؟ يمكن ان نستفيد. معلش يا استاذنا ارجوكم لو سمحت، واللي عايز الكلمه يرفع يد، ادوا له بس الفرصه، واحنا يعني صدرنا. انا عارف يا استاذنا، بس ادوا له فرصه، بس ادوا له فرصه، خلوه يجتهد ارجوكم. طيب. يعني ما هو المبلغ المقدر من حكومة الشارقة الداعم؟ ما هو المبلغ المقدر من حكومة الشارقة لإيه يا أستاذنا؟ للملتقى. للملتقى. وكيفية تحديد صرفه؟ أنا بالنسبة لي أقترح حتى لا يؤول لي، أقترح أن يكون أيضا أي مبلغ حتى من حكومة الشارقة. أنت هتسأل ولا هتقترح؟ يعني عايز تسمع إجابة يا أستاذي؟ سيبني بعد إذنك، خلينا أنت حضرتك رئيس الملتقى. على فكرة بس عايز ألفت نظرك بس. تفضل. عايزك بس ايه تنتبه لكلامك، لان انا طلبت من الساده الزملاء اللي كانوا بيعرضوك، قلت لهم ادوا الزميل فرصه كذا، فلا تزايد للمره الثانيه علي، وانا اللي ماسك الجلسه اتحكم فيها. ماشي؟ اتفضل. حاضرين. اتفضل. طيب، ممكن تحط لي المعايير استاذ اللي احكي فيها وشو المحور اللي امشي فيه؟ اقول لك استاذ محمد اذا سمحت. اقول لك يا استاذ زياد. استاذ زياد. استاذ زياد. يا استاذ محمد. من المحاضرة؟ يا استاذ محمد.
يا استاذ محمد يا استاذ طول بالك بقى يا استاذ زياد لو سمحت انا اللي ماسك الجلسه يا استاذ محمد بعد اذنك اذا اردت الحديث ارجوك اطلب الكلام اتفضل استاذ الكريم اي مبلغ يقدم يا استاذ محمد معلش بعد اذنك معلش انا هرد عليه اتفضل اقعد لما ما يعجبكش ردي وتجد فيه حاجه يبقى ايه استاذن لكن تستاذن كده لا انا بتخذ اجراءات من حق اقول لك ترفع ايدك وتطلب الكلمه اتفضل لما ما يعجبكش ردينا عليه يبقى اتفضل استاذن خلصت اسئلتك ولا لسه يا استاذ شاكر لي انا اقترح وانتمس إيه شغالين دي يعني؟ نعم ايه شغالين دي شاكر لي اه انت بس دلوقتي ده ثالث سؤال في سؤال تاني السؤال توضيحه بس يا استاذ اي مبلغ يعني. اي مبلغ يتم كتبنا دي يا استاذ زياد اسمح لي بس يا استاذ اوضحهم انا ما اخذت فرصه انه احكي سؤالي متكامل انا بسالك عشان انص السؤال انا لسه ما جاوبتش اتفضل معاك انا عارف حضرتك انت مستحملي شكرا اتفضل اي مبلغ يقدم دعم للملتقى من حكومه الشارقه او اي جهه راعيه اخرى اتمنى ان يكون صرفه مبني على موافقه الجمعيه العامه وليس فقط على المصروفات الإدارية ونريد أن نرى ما يتحقق منه من إنجازات كتبت يا أستاذ أحمد؟ تفضل أغيره إيه تاني يا أستاذ؟ في سؤال رابع تاني؟ خلاص شكرا لي خلاص نرد عليك بقى؟ ماشي أولا يا أستاذ زياد كل أسئلتك دي مش هنرد عليها لأنك خرجت عن قوانين الجمعية العمومية غير العادية وللأسف الشديد برضو هرد عليك للمرة الثانية أكمل لو سمحت أنا ما قطعتكش أكمل وعايز تعلق أطلب الكلمة برضو ماشي لكن لا تقاطعني لن يكون هناك إجابة على هذه الأسئلة لك لسبب أنك وصلت أيضا متأخرا ولو كنت حريص وبجد كنت حريصت على حضورك للجمعية في موعد وقد نبهت على زملائنا أن هذه الجمعية جمعية عمومية غير اعتيادية لا يناقش فيها إلا بند واحد فقط هذه المسؤولية ما تطرحه من أسئلة مكانه هو الجمعية العمومية العادية التي تعقد كل 3 سنوات هذه جمعية خاصة موافقة على هذا أو رفض ولا يجوز الخروج عن هذه النقطة وارجع للقوانين وذاكرها تقوم تعرف حقوق ومع ذلك أنا بس هرد عليك برضو وكبالك لبعض الأمور كده حتى لا تكون الأمر عندك حينما تقول عايزين نعرف الموازنة اللي هتقدموها لحكومة الشارقة إيه وتنشطوا معانا مصاريفكم وكذا كل هذا خارج القانون ولا نعرض عليك ولا نحيل إليك هذا شأن خاص بمجلس الإدارة الذي انتخبته هو يقوم بهذا الأمر ولا يعرض عليه كل ما تملكه أنت في الجمعية العمومية لك أن تعترض على مصاريف كما تقول والتنسيق وفي وكل الكلام ده اللي انت بتقوله هل وضح الأمر؟ ولا حتى حيث المصاريف ماشي معلش هل وضح الأمر الأول؟ ماشي إذا تحدثت الآن في هذه المسألة في أو لا ماشي ان دخلت في مواضيع اخرى فكلامك مرفوض ولن اتح لك الفرصه للكلام انا وضحت وسيادتك ما كنتش موجود ومتاخر ومع ذلك شرحت لك وبعيد الكلام وبنضيع وقتنا ووقت الزملاء الموجودين اتفضل يا استاذ زياد يا استاذنا انا يهمني وانا موجود انت حضرت انا بدات هو انت تخرج وتيجي تقول لي حضرت انت ما كنتش موجود انا قياسي حينما اعلنت لو كنت موجود يبقى انت كنت نايم اسمح طب اتفضل انا حضرت ووجدت ان الحضور لا يمثل العدد المناسب من الناشرين وانا انتظرت ربع ساعه وتكلمت مع الاستاذ ناصر والاستاذ عائشه كل ده خارج الجمعيه اللي بتحكي لي ده حكاوي وسمر وعادات الجمعية بدأت انت عايز تعرف بقى ولا عايز تضيع وقت الجمعية بدأت بالورقة دي عدد الحضور اذا كان المشاركين الاعضاء حضرتك بعت لي ايميل الساعة كام ايميل ايه انت بعت لي موعد جمعية نقاد الجمعية الساعة كام
ما تقولي اللي انا بعته لك هو سر 10:30. طيب تمام. حضرتك حضرت الجمعيه الساعه كام؟ انا حضرت الجمعيه الساعه كام؟ حضرت الجمعيه الساعه 11. شاكر لي، انا قعدت نص ساعه مستني انعقاد الجمعيه. ما انت لازم تقعد نص ساعه وانت متصور. انا عندي شغل يا استاذ، انا في مصر. انا مش شاني شغلك، انا شاني اللي التزم بيها. الجمعيه العموميه تنعقد في العاشره والنصف، تزل لمده نصف ساعه لحضور الاعضاء، ياتي اليهم بعد نصف ساعه اذا اكتمل كذا، يبقى اللي يجي 11 الا دقيقه يبقى كانه جاي 10:30. اللي يجي 11 الا دقيقه، لان الجمعيه مفتوحه لمده نصف ساعه، اذا اكتمل النصاب بدات الجمعيه. حينما جاءت الساعه 11 اعلنا ان النصاب لم يكتمل نصف ساعه، فيحضر بالايه؟ بمن حضر، فالجمعيه بمن حضر. هذه قوانين نحن نطبقها، وانت ايضا للمره الثالثه لا تزايد علي ولا تعلمني الاصول. بطل. بص يا استاذ زياد، اما تقول لي انت جيت الساعه كام وتتهكم عليا، انا اعلمك انا الاصول ايه. طيب انت كلامك مرفوض، ولا اقبل منك كلمه، لان هنا كل المطلوب منك والمطلوب مني تقول اه او لا فقط، ولا تخرج عن جو، والكلام واضح. وسجل الكلام ده في المحضر يا استاذ محمود، ما تخرجناش بقى عن ايه، عن 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 حتى يعني مش عايز اتكلم يعني. واديتك فرصه وشرحت لك، واذا كان الاخ الزميل الاستاذ محمد سباعي والاستاذ بشار والدكتور محمد عايزين يقولوا لك كل اللي انت بتقوله ده لن تجد منه اجابه، ومع ذلك سمحت لك وقلت اتركوا الزميل حتى لا تشعر اننا نصادر على رايك. انما لو كنت حضرت من الاول وقلت يا جماعه كذا. استاذ عبد اللطيف، لاحظ حضرتك قلت لي الكلام ثلاث مرات، فضلت علي وشاكر لك. ممكن نتجاوز النقطه اللي بعدها في النقاط؟ ما فيش نقاط، خلاص ما فيش نقاط. نقاط ايه؟ احنا خلصنا وعرضنا. طيب. سنعرض الامر على الموافقه او الرفض، هي دي الجمعيه العموميه، وانت خرجت عن حدود الجمعيه العموميه، واديناك برضو فرصه اكراما ليك. أكرر مرة أخرى لمن لم يحضر، أيها الزملاء الأعزاء، هذه جمعية عمومية غير عادية، لا يناقش فيها إلا أمر واحد، ولا يجوز لأي أحد كما تفضل الزميل زياد أن يطرح موازنات واقتراحات والفروع دي هتعملوها فين وهو مش واخد باله. حتى إحنا بنقول يجوز، ولم نقترح فرع لا في سوريا ولا في لبنان. وذكرت ايضا وهو جالس، ولكنه احيانا كده يبدو عبد اللطيف عبد شخص الامور. خلاص خلاص يا عبد الامور يا استاذ عبد اللطيف. والله انا شايف امر عجيب، والله امر عجيب. اقول له اديتك الفرصه ورغم ان مفيش فرصه، وسمعتك وكلفت الزميل الاستاذ احمد، اقول له سجل اقتراحاته اكراما ليه ان احنا نناقشها بعد كده نشوفها ده، لكن قلت له ما اقدرش. انا لو جاوبت يا اخوانا ابقى خالفت الجمعيه العموميه، لو جاوبت الاستاذ زياد على اسئلته دي ابقى انا اول من خرج عن قوانين الجمعيه العموميه غير العاديه. فانا بكرر يا اخوانا ان هذه الجمعية جمعية عمومية غير عادية، لا نخرج فيها عن هذا الشأن، نوافق أو لا نوافق الأمر متروك لكم، لكم كل الحرية. هذه الورقة التي استغرقت من الزميل أحمد رشاد قرابة الشهرين لإعدادها حتى تتوافق مع حكومة الشارقة، لأننا أيضا دائرة كأي دائرة في حكومة الشارقة، معمولة لصالح الزملاء، ليس فيها أمر شخصي. وكل ما فيه شبهة أردت أن أقف عنده وأقول لكم الأمر كذا مثل كذا والأمر كذا مثل كذا، واخدين بالكم؟ ورديت على ليه إحنا ما بعتناهاش، لأن في تصليحات جات لنا، في تعديلات وإلى آخره. والمطلوب منكم الآن حاجة من اثنين، أمرين اثنين، الموافقة علي أو غير الموافقة. الموافق يرفع أيده. يا استاذ محمود عد الموافقه للصوت، هنتعب الاخوه الزملاء بس في ايه.
طيب وضيف الاستاذ زياد للموافقه يعني مش عارف هيوافق على ايه. طب خليها ما تتهمش الجميع بقى مش فاهمين يا استاذ. ده هم كلهم فاهمين. ما تزعلش مني انت اللي مش فاهم. يلا نعم. طيب يا استاذنا 22 الى 26 من 26. 22 من 26 يعني اعتقد دي موافقه. طيب معلش يا اخوانا عشان الامانه لا ما حدش رفع ايده من غير الاعضاء. ان احنا بطلب تاني موافقه على التعديلات التي ستاتينا من الاداره المراكز اسمها ايه الاداره الماليه المركزيه. ممكن تقول لنا لا عدلوا دي كذا برضو معلش يعني مش هنقدر نقول لا يعني. فيبقوا تفوضونا حينما تأتي دي عشان لسرعة إنجازها أن هذه أيضا موافقة منكم. فأنا نعم طب دي شهادة الأستاذ زياد يعني بيقول إن مجلس الإدارة ثقة وناس يعني شهادة نعتز بيها ونشكره عليها يعني. طب ناخذ موافقه ايضا على التعديلات التي تاتينا من الحكومه. طب ده انا شايف الكل يعني بنشكركم شكر جزيل. نعم اجماع حضرتك ده اجماع. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك يعني الست الاربعه اللي قاعدين مش اعضاء. لا هو لا هو طب نناقشها وبرضه ناخد امرها اللي طيب ممكن اسال سؤال بقى عشان اطبق القاعده اللي قالها الدكتور غياث والاستاذ بشار والدكتور محمد. هل حد مش موافق على هذه اللائحه؟ لا يبقى انتم معاكم حق. يا استاذ محمود الدكتور غياث والدكتور معالج والحاج بشار لفتوا نظري وانا بعتذر لان انت اللي حطيتني في هذا الموقف يعني. قلت لي 22 من 26 فما تبقاش اجماع يعني. فقالوا لي فعلا اعمل تيست للي رافض هتكتشف انه اجماع. وبالفعل ما لقيناش حد رافض فهتسجل بس بعد اذنك سجل اللي بقول الاول وبعدين اطرح. طب ما يبقى اجماع برضه. ما احنا طلاب. هم قالوا اعمل اختبار كويس. هم قالوا اطلب للي رافض يرفع ايده هتكتشف ان اجماع. يبقى وافق يا دكتور حيدر. يا استسمحكم بس دقيقه قبل ما تخرجوا بعد اذنكم يعني. واي مناقشه خارج اللائحه احنا حاضرين تحت امركم ويبقى بس ايه بصفه وديه وليس ايه بصفه رسميه. يعني اي حد عايز يسال في حاجه هيبقى اجابتها بصفه وديه وليس رسميه. نصيغ بس عشان تعرفوا الصياغه. يا استاذ دكتور حيدر اتفضل اكتب بقى وافق الجمعيه العموميه بالاجماع على مقترح اللائحه. او اذا كنت انت عملت الصياغه ويا ريت معاك الاستاذ جمال معلش عشان هو راجل متخصص يقدر يحط لنا الايه بعد اذنك يعني. هنستمع بس لل لا هي بالاجماع فقط. لا انت قلت حاجه حلوه بقى. ما انت الاختبار اللي قلته انت والدكتور غياث ده. طب اطلب اللي رفض كده ففعل يبقى ده اجماع. ما دام ما فيش رافض يبقى اجماع. اما انا هقول بقى عشان الاربعه الواحد خرج يصلي والتاني خرج لا انتوا صح وانا اللي اوقعني في هذا الخطا الغير مقصود الاستاذ محمود وله ايضا وجهه نظر نحترمها انه ترك اربعه. لكن انا لو اللي موجود ثلاثه وقالوا يبقى اجماع لان على الحاضرين. هنستمع بس بعد ما ان ينتهي الدكتور حيدر والاستاذ جمال صاوي من الصياغه هنسمع لكم عشان نبقى نقلنا اللي انتوا قلتوه وليس ايه فيه اي اضافه او الى اخره. طبعا الطرح الودي ده انت مش فيهم لان انت لو ودي سوري هتودينا في داهيه. فالطرح الودي للزملاء يعني انت خدت حقك.
يعني قلنا لو في اي تساؤلات او حاجه بصفه وديه وليس رسميه نناقشها. يعني انا اقول لك على حاجه يا استاذنا، لا لا انا بس اقول لك، لا بس لا، في الجلسه خلصت اخد ودي معاك بقى. اولا احنا لم نقترح ان احنا نعمل لا خلاص بقى ذكاء يا استاذ احمد، احنا قفلنا يا جماعه. لا ده بقول له احنا ما اقترحنا، لا الجلسه على الصياغه فقط، دينا بس دي ان نسمع الصياغه. ما انت اوكي دي واحده بس. يعني يا استاذ زياد وديا بقى كزميل، احنا قلنا ان المبلغ ده فيما لو فكرنا نعمل نبقى نشوف، لكن احنا لم ناخد قرار في الجلسه. الحاجه الثانيه، اما نيجي نقدم الموازنه اللي انت بتتكلم عليها دي، الموازنه دي في القانون يعدها مين؟ يعدها الامين العام وامين الصندوق والمحاسب، مش انا حتى، انا دي لجنه، تبقى لجنه برئاسه مثلا الامين العام وامين الصندوق وكذا، او برئاسه امين الصندوق والامين العام. طبعا اللجنه بتشكل من رئيس، فيعدوا الموازنه، احنا عايزين كذا ومحتاجين كذا وده و الى اخره. وبعد ما يعدوها يعتمدوها من المجلس، يعرضوها الاول على الرئيس، ثم بعد عرضها على الرئيس تعرض في مجلس الاداره زي اللي احنا اعتمدناه اول امس، فيعتمد مجلس الاداره. انت ليه ما يبقاش ليك دور ولا غيره؟ لان انت فوضتني، المجلس ده بيتكلم باسمك، بيتكلم باسمك، واحنا كلنا خادمين لاعضاء الجمعيه العموميه، ومقترحاتهم اذا تمت الموافقه عليها واجبه على المجلس تنفيذها. اتفضل. بس كل الكلام ده بقى ودي. لا هو انت شفت حاجه؟ لا لا لا، ده بهدلنا الاستاذ سامي عبد الله. لا لا نعم، لا ده لا لا دي ميزانيه، لا لا الاستاذ لا، لا, لا, لا الميزانيه حاجه. وتفضلي يا استاذ. بس بوضح للاخوه، لا 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 احنا بنقول دي صفه وديه، ما تعملهاليش علنيه بقى، وانت صوتك مش محتاج مايك يعني. ده لو ما لا لو موجود اقفله. اقفله يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك. نعم. ده كلام غير مقبول. انت تقدم مجلس الاداره لا غير مقبوله. بقول لي مبررك ايه؟ ما انت بس مدام كلام، لا انا اللي اقول لك مبرري ايه في ان كلام غير مقبول يا اخي. اتفضل بس ارد عليه بكلمه بعد اذنك يا استاذ عاشر. كلامك غير مقبول في ايه بقى يا استاذ؟ اما توجه لي النصيحه، انت اللي لازم تعرفه ان الجمعيه العموميه العاديه معموله مش عشان توجه لي النصيحه، عشان تأمرني أمر. شوف الفرق بقى. بس في غير كده تتركني الثلاث سنوات أنا مفوض منك أعمل اللي أنا عايز أعمله، لأنك اديتني الثقة. إذا وفقت فبتيجي تنتخبني مرة ثانية، إذا فشلت فبتقول لي اتفضل أنت فشلت يجي غيرك. أنا بديك، هي دي الجمعيات وهي دي النقابة، مش تقول لي تنتخبني وتقول لي أجي أديك النصيحة تقول لي ما تيجي تقعد مكاني أحسن بقى. حد يقدر قدامك يا باشا. شوف بقى بيدخل، بقول لك مبهدلنا من ساعه تفينك يا عم احمد. يقول لك ايه؟ ونقترح عليك، خد النصيحه قبل اي جلسه بقى، يا استاذ زياد تقترح ايه بقى؟ نعمل ايه يعني؟ طيب اطلب من الامين العام ايه؟ واقول له ده هو عايز بقى كده. اتفضلي يا استاذ عايشه. بس للتوضيح، ما بالنسبه للموازنه السنويه مثل ما تفضل سعد بن لطيف، تكوين لجنه من الرئيس للامين العام، وانا طبعا بدوري اخذ بيكون المحاسب والاستاذ احمد اللي هو امين الصندوق. قبل بدء باي حرف من الميزانيه يبتدي تعميم او رساله لجميع مجلس الاداره، ايش المشاريع اللي نقترحها؟ شو المشاريع اللي انتم حابين تحطونها في الموازنه الجديده؟ لان لا نستطيع ان نضع يعني نعيد طبعا معارض ثابته الا اذا في تجديد لمعارض جديده او استحداث او
الغاء يعني حسب ما يكون على الساحة الثقافية، لكن بالنسبة للأشياء الثانية أي مشاريع جديدة نقترحها تضيف للملتقى وتحقق أهدافه. يعني هو بعد نقاط الموازنة المشاريع اللي من تيجي من منا وفينا، يعني ما وليس من رأس الأمين العام أو من الآخرين، بس للتوضيح. واضح؟ شكرا يا أستاذة عائشة على التوضيح، وأعتقد الأستاذ زياد وضحت النقطة دي. بقى هستسمحكم بس في أقول لكم النص اللي احنا وافقتم عليه، يعني عشان لو ليكم حاجة فيه. يعني وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/11/2015 بالإجماع على مقترح النظام المالي المقدم من مجلس إدارة الملتقى، وقد تم تفويض المجلس بعمل أي تعديلات قد ترد من الدائرة المالية المركزية أو دائرة الرقابة المالية بهذا الخصوص. تمام يا أخوانا، ولا حد عايز يعدل حاجة؟ بشكركم شكر جزيل. نعم تفضل. لا ده ما في التفويض هيبقى للمجلس. ده التفويض ان احنا نعمل ايه؟ لا اصل المجلس هو اللي عد، فهو طبعا لا مفيش جمعيه خلاص. دور الجمعيه العموميه اللي هم زملائنا في الجمعيه العموميه انتهى الى هذا. احنا بقى اللي بنتفاوض معاهم، لان برضو يعني اقول لكم حاجه بره، يعني بره قد هم يعترضوا على نقطه واحنا نيجي نقنعهم بان دي تتوافق معاه، واحنا لينا وضع خاص وكذا، لان احنا مختلفين شويه عنكم عشان عندنا ونقنعهم. اذا وافقوا يبقى ده اجتهاد مننا، فعشان كده بقى ايه ان احنا مفوضين في هذا. يعني اي توضيح تاني اخوانا الزملاء؟ اتفضل اتفضل. انا مش شايف يا استاذ محمود، اسمح لي بس عشان اتفضل يا استاذ. لا يعني الشيء الطبيعي ان اللائحه لما هتيجي وهتعمل هنعدلها وهنبعتها، لكن اعلام دي تبقى الزمتني. واحد ما وصلوش الميل يقول لك انت ما علمتنيش. انا معلش بقى ايه خبره في الحاجات دي، فبنختار الحاجه اللي تامننا وتامنها. انا اقول ان انا اول ما تيجي دي هقوم باعت، بس انا النهارده لما اسال مثلا الدكتور غياس في حاجه، مره بعت له ايميل قال لي ما وصلنيش، كان في سوريا، قال لي هو صح ما وصلوش، وانا صح انا بعت، فحتى لا نقع في العقل. انما احنا نبعتها، لكن حته انص واعلامي يبقى انا مطلوب اعلم ال 105 او 7 الاعضاء الجمعيه، اعلمهم ببريد سريع اعملهم، فيبقى هتحط لي ده ارهاق ليا يعني. وبعدين برضو اضاف الدكتور غياس بننزلها ايضا على الموقع، ممكن ننزلها كمان في المجله العدد القادم لما ننتهي منها. انا قصدي اقول هتصل لكم ان شاء الله، يعني هتصل لكم كل شيء ان شاء الله. يعني هنقول بقى دلوقتي الساعه 1:45، اي حد مستعد لو عنده مشغول او حاجه يتفضل. مشكورا، بنشكره ونوجه له الشكر. واي حد عايز يقعد احنا هنقعد لمده 1/3 ساعه، يعني هنتناقش في اي اسئله، باعتبار ان يعني احنا مش عايزين يعني نبقى بعاد عنكم برضو ولا نستنى الجمعيه العموميه، لكن باكد ان اجابه هذه التساؤلات التي سترد منكم ستكون بصفه وديه وليست رسميه ولا فيها محاضره توضيح لامر لكذا. زي ما بوضح لاخونا غياس لاخونا زياد بقول له احنا لم نطلب. هو انت عايز تتخانق معانا في ميدان وعايز نيجي في حاره نقول هم مش سمعوا الاخوان كلهم والزميل ودي للجميع، مش ودي ليك انت، ودي ليك انت تيجي تقعد معايا في الجناح بتاعي، انما دي جمعيه مفتوحه خلاص، مش هسمعها ودي. اشكركم جميعا، الف شكر، اشكركم جميعا. شكرا يا استاذ احمد لتشريفك، هذا خلص الدفتر وتفاعلك دايما كده معانا.